خلال سنة 2015 زار حوالي 275 ألف كاثوليكي من 96 دولة الأماكن المسيحية ومزارات الأرض المقدسة، ووصل عدد الحجاج إلى 8254. هذه الإحصائيات التي نشرت في تقرير حراسة الأرض المقدسة أخذت بعين الاعتبار الحجاج الذين حجزوا في المزارات فقط، وهذا يعني أن الرقم الصحيح أكبر من ذلك بكثير. نحن نعمل مع أكثر من 200 مكتب للسفريات يحجز من خلالها اليهود والمسلمون والمسيحيون، وبتواصل هذه المكاتب معنا يكون ثمة برنامج محدد للاحتفالات المختلفة في المزارات، وقت للصلاة أو ساعة مخصصة للذبيحة الإلهية في المزارات التي يديرها الإخوة الأصاغر لفرانسيسكان. المزارات الأكثر زيارة التي يفد عليها الحجاج هي كنيسة القيامة والجسمانية وكنيسة المهد ومغارة الحليب وحقل الرعاة. في الماضي كانت الغالبية العظمى من الحجاج المسيحيين يأتون من أمريكا الشمالية وأوروبا، وهم يشكلون اليوم نصف العدد فقط. وفي المقابل ازداد عدد الحجاج من أمريكا الجنوبية وعدد الحجاج الصينيين بنسبة 100%. وقد لوحظ أيضا أن عدد الزوار بدأ يقل كثيرا، وخصوصا بعد الحرب على غزة عام 2014. بعد حرب غزة قل عدد الحجاج بالفعل، لكن هناك ظاهرة جديدة وهي توافد الحجاج القادمين من دول لم تكن في السابق ضمن لائحة الدول الرئيسية التي تتصدر قائمة حجاج الأرض المقدسة. في الأشهر الأخيرة تسببت أخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصدمة وخوف لدى الحجاج، ومع ذلك صرح مدير مركز الاستعلامات المسيحي بأن مسارات الحجاج لم تتأثر بسبب الأحداث المحصورة في مناطق معينة، وأن المزارات تبقى دائما أماكن آمنة. يرافق الحجاج أشخاص محليون من ذوي الخبرة ويرشدونهم ولا يقودونهم إلى أماكن قد يسودها العنف. شرعت حراسة الأرض المقدسة منذ زمن بالعمل على مشاريع لتحسين شروط استقبال الحجاج ومساعدتهم على عيش خبرة الإيمان في المزارات المقدسة، وأحد هذه المشروعات إقامة متحف حول تاريخ المسيحية. هناك متحف إسرائيل ومتحف الثقافة الإسلامية، لكن لا يوجد متحف خاص بالمسيحيين، ومن المهم أن نتحدث عنه بشكل علمي ومهني. لعل متحف الأرض المقدسة يلبي هذه الحاجة، فالفرنسيسكان هم الاختيار الصحيح لتحقيق هذه المهمة. آمل أن ينفذ هذا المشروع. حضور الحجاج إلى الأرض المقدسة مهم جداً للحفاظ على روحانية الأماكن المقدسة، ومن أجل تشجيع المسيحيين المحليين على الثبات في موطنهم. من المهم أن نرى المسيحيين المحليين يقولون بشجاعة: نحن هنا، نريدكم أن تشهدوا على إيماننا، وأنتم ينبغي أن تبقوا هنا لأنكم مهمون بالنسبة لنا. فإذا لم يحضر الحجاج والمسيحيون المحليون ستصبح مزاراتنا متاحف وأعمالاً فنية مهجورة.